بدعوة رسمية من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، يصل إلى مملكة البحرين وفد برلماني إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك يوم غد الثلاثاء. وحول أهمية هذه الزيارة أكد سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن هذه الزيارة تأتي ضمن التنسيق المشترك لتفعيل وتنفيذ الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين الشقيقين. هذه الزيارة طبعا هي من ضمن التنسيق المشترك، من ضمن تفعيل وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. طبعا العلاقات الأخوية اللي تربط بين البحرين والإمارات وثيقة في كل المجالات، خاصة منها الشعبية والرسمية وحتى البرلمانية. كثير ما نسقنا مواقفنا في المحافل الدولية بين بعض، العلاقات طبعا تزداد رسوخ، تزداد تقدم في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. إذا ذكرنا العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع جلالة الملك الله يحفظه وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علاقات متميزة. العلاقات تزداد يوم عن يوم بين الدولتين الشقيقتين، فيها التطور، فيها تقدم ملحوظ، خاصة على المستويات الاقتصادية والتبادل التجاري. على المستوى الدبلوماسي علاقات متميزة فعلا، تنسيق، توازن، سياسة معتدلة متوازنة بين البحرين وبين الإمارات.